هاي، أنا إلي، وبالفيديو تبع اليوم رح أحكي عن سيجويت أكتيفيشن يلي وأخيرا قدرنا نعملها للعالم يلي حابين يعملوا حوالات على البلوك تشين تبع البيتكوين. هنن عم يستعملوا سيجويت، رح أخبركم كيف فيكم تعملوا. رح أستفيد من هذا الفيديو كرمال كمان أحكي على سعر اللايتكوين يلي زاد بآخر نهارين، وآخر شي كرمال أحكي عن المايننج ديفيكولتيز اللي عم تغير كتير على البيتكوين كاش. انا هلا على الويب سايت تبع xbt.eu وفينا نشوف انه ميشن اكومبليشد، لانه واخيرا قدرنا نحط السيجويت. اذا بنروح على الويب سايت تبع coin.dance كمان هون مثلا فينا نشوف انه عم نعمل مايننج لسيجويت بلوكس، بس مثل ما فينا نشوف هون انه مش كل البلوكس فيهم هاي العلامه اللي هي سيجويت واللي بتقول انه هذا البلوك هو سيجويت، لانه اليوم نحن كمان بعدنا عم نعمل مايننج لبلوكس ما من سيجويت. للعالم يلي حب اليوم تعمل حوالات هي عم تستعمل سيجويت، بالوالت تبعيتنا الحالية اليوم ما فيكم. يلي لازم نعمله هو نخلق والت جديدة اللي هي سيجويت، ومن هالوالت نقدر نبعت البيتكوين تبعولاتنا. كيف فينا نعمل هذا الشيء؟ اذا كان عندكم تريزر او ليدجر، هدول الشركتين بخلوكم تخلقوا سيجويت والت، تبعتوا البيتكوين تبعولاتكم من الوالت الحالية اللي عندكم اياها على هيدي الوالت السيجويت، وبعدين فيكم تعملوا الحوالات من السيجويت والت. اذا كان البيتكوين تبعولاتكم على اكسشينج وحابين تعملوا حوالات بالسيجويت، فينا نخلق بيبر والت يلي هي سيجويت والت، مثلا على هيدا اللينك اللي راح ارجع حطه تحت. هون خلقنا السيجويت ادرس تبعتنا وهيدي البرايفت كي يلي لازم تخلوها عندكم. مثل ما عم نشوف انه هاي الادرس بتبلش ب 3. هيدي الادرس هي pay to script hash pay to witness public key hash. اذا حابين تعرفوا الفرق اكثر بين هاي الادرس والpay to script hash، رح ارجع حط كمان لينك على الارتكل اللي هو هون على البيتكوين كورف. للعالم يلي ما كتير تابعوا شو هي السيجويت، رح ارجع لخصها بكلمتين. هي طريقه كرمال نقدر نحط ترانزاكشن اكثر جوات بلوك واحد، وهذا اللي بيخلينا نبعت ترانزاكشن اكثر ونقلل الفيز اللي رح ندفعهم على كل ترانزاكشن. بس هيدا مش كل شيء، لانه بالفيديو اللي عملته كمان رح احط اللينك تحت عن السيجويت، كمان بنحكي عن شغلتين كتير مهمين. الشغله الاولى اللي بدي احكي عنها اللي هي اللايتنينج نتورك يلي ما فينا نعملها بلا سيجويت. اللايتنينج نتورك هي رح تخلينا نبعت حوالين بثواني وندفع عليهم ترانزاكشن في تقريبا صفر او شيء كتير قليل. وتاني شغله يلي هي اتوميك سواب. الفكره تبع الاتوميك سواب هي انه اليوم كرمال نقدر نبعث مصاري من بيتكوين للايتكوين لازم نمرق باكسشينج. بكره مع الاتوميك سواب فينا نبعث دغري من والد لوالد تاني بلا ما يكون عندنا زيت العمله، بلا ما نمرق باكسشينج. واخر شغله بدي احكي عنها للسيجويت اكتيفيشن للعالم يلي عم بيعملوا مايننج للبيتكوين. اليوم انتم ما ضروري تعملوا شيء، لانه انتم تقريبا صاركم جمعتين عم تعملوا سيجنالينج للسيجويت، يعني النوت تبعتكم اليوم عمل ابجريد، واليوم هو اذا وصلت له ترانزاكشن سيجويت رح يقدر يعمل له مايننج بسهوله. على هالصفحه عم نقدر نشوف كل الشرك يلي عم بيعملوا مايننج للسيجويت، كمان رح احط اللينك تحت كرمال تقدروا تروحوا وتشوفون. تاني شغله بدي احكي عنها هي سعر اللايتكوين يلي تقريبا زاد اكثر من 5 دولار من نهارين لليوم. مثل ما عم نشوف اليوم سعر اللايتكوين تقريبا 52 دولار. رح شرح افسر ليش هذا السعر زاد. اذا بنروح على تويتر تبع اللايتنينج نتورك فينا نشوف انه عملوا ريليس لل 0.3 لايتنينج نتورك ديمون، وكمان بيقولوا بهيدي التويت اللي حطوها انه هن كمان بلشوا يعملوا تيست مع LTC اللي هي لايتكوين. هيدا الشيء كتير مهم بالنسبه لللايتكوين اذا قدرنا نحط اللايتنينج نتورك عليه. كمان شغله ثانيه يلي هي اتوميك سواب، حكيت عنها للاتوميك سواب يلي فينا نحطها على البيتكوين، وبما انه اليوم سيجويت نحط على البيتكوين صار فينا نعمل اتوميك سواب بين اللايتكوين والبيتكوين. يعني اذا انا عندي والت فيها لايتكوين بدي ابعت لايتكوين على بيتكوين صار في اعملها، وكمان اذا بدي ابعت من البيتكوين على لايتكوين في اعملها بلا ما اقطع باكتشينج وادفع فيز عليهم. واخر شغله بدي احكي عنها اليوم هي المايننج، صعوبه المايننج على البيتكوين كاش.
إذا بنروح على هذا الويب سايت fork.lol فينا نشوف هون تحت في الوقت الـ dates، وهون في صعوبة المايننج. فينا نشوف إنه صعوبة المايننج تبع البيتكوين كاش منا أبدا مثل تبع البيتكوين. إذا بنطلع بالأورنج فينا نشوف مايننج difficulty تبع البيتكوين، وبالأزرق فينا نشوف تبع البيتكوين كاش. مثل ما عم نشوف هون تبع البيتكوين كاش عليت كتير، تقريبا من 24 ساعة أخذتنا أكثر من 6 ساعات تنقدر نعمل مايننج لبلوك واحد، وهيدا يلي أدى إنه المايننج difficulties نزلت كتير بالنسبة لشو كانت قبل. وهلأ إذا بنروح مثلا على كوين دوت دانس، هون كوين دوت دانس تبع البيتكوين كاش، فينا نشوف إنه تقريبا كل دقيقتين أو 5 دقايق عم نعمل مايننج لبلوك، وهيدا شيء مش كتير طبيعي، خاصة إنه البلوك سايز تبع هدول البلوك كتير صغار. بينما إذا بدنا نرجع نشوف البلوكس يلي انعملن مايننج واللي أخدوا تقريبا 6 ساعات، فينا نشوفن هون كانوا أكثر من 1 ميجا بايت. يلي عم يصير على البيتكوين كاش هي إنه الماينرز بلشوا يعملوا استراتيجيز. شو هن الاستراتيجيز؟ اول ما تعلى الديفيكولتيز ما حدا بقى يعمل مايننج، يعني هن ما عم بيحطوا الهاشينج باور تبعهم على البيتكوين كاش كرمال تكثر الصعوبه، وما حدا يقدر يعمل مايننج للبيتكوين كاش. وبما انه ما حدا عم بيقدر يعمل مايننج للبيتكوين كاش، اذا نحن بظرف 12 ساعه قدرنا نعمل مايننج بس لست بلوك، هي الصعوبه عم تنزل كتير. ولما تنزل الصعوبه عم نقدر نعمل مايننج للبيتكوين كاش اكثر، ولما نقدر نعمل مايننج للبيتكوين كاش اكثر عم ترجع تعلى الصعوبة. يعني الماينرز عم بيتسلوا، بيحطوا الهاش باور على البيتكوين كاش لما يصير المايننج تبعه اسهل، وبيرجعوا بيشيلوا الهاشينج باور تبعهم لما يصير المايننج اصعب. قديش رح تضل هيدي اللعبة؟ ما عندي فكرة، بس الايامات الجايين رح يقولوا لنا. هيدا كان كل شيء لليوم، بليز اكتبوا لي تحت بالكومنت شو رايكم، هل انتم مبسوطين مثلي لانه سيجويت نعمل له اكتيفيشن؟ شو رايكم بسعر اللايتكوين يلي عم يزيد؟ هل معقول يزيد اكثر لما نحط اللايتنينج نتورك عليه ولما نبلش نعمل تيست؟ واخر شيء شو رايكم بالمايننج ديفيكولتيز اللي عم تتغير بشكل كتير سريع على البيتكوين كاش؟ ثانك يو.